بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك ربنا عظم سلطانك وعلى مكانك وجرت قدرتك. اللهم هذا ثنائي عليك ممجدا، وإخلاصي عند ذكرك موحدا، وإقراري بآلائك وبأنعمك معددا. نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد، وأنت على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبدك ورسولك وصفيك من خلقك وحبيبك، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. لك يا حبيبي في القلوب حفاوة، ولك الأراضي قد أحلت مسجدا. يا قبسة من نور ربك، إننا يوم القيامة في انتظارك منجدا. وبحق من رفع السماء عالية، أنت المشفع والشفيع المقتدى. صلى عليك الله يا علم الهدى، يا من بعثت مبشرا ومؤيدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير خلق الله، الرحمة المهداة، وصفه ربه في كتابه الكريم فقال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم الطيب المبارك، وفي اليوم الثاني من الأسبوع الثقافي السادس الرئيسي الذي تقيمه محافظة القاهرة تحت رعاية كريمة من معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. وأسبوعنا السادس يقام في هذا المكان الطيب، مسجد حسن الشربتلي بالقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة. عنوان ندوتنا لهذا اليوم حول صفات المؤمنين في القرآن الكريم. معنا في هذه الندوة قارئاً فضيلة القارئ الشيخ محمد عميرة، ومبتهلاً الشيخ محمد أكمل، ومعنا متحدثان كريمان في هذا اليوم، فهم فضيلة أو هما فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ومعنا أيضاً فضيلة الدكتور محمود خليل وكيل مديرية الأوقاف بمحافظة القاهرة. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. تعددت صفات المؤمنين في القرآن الكريم، كيف لا ونحن نستقي من صفات وأخلاق نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي وصفته أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فقالت: كان خلقه القرآن. فرسولنا الكريم
زكاه ربه فقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. والأخلاق هي جامعة الصفات، جامعة الصفات الحسنة، صفات المؤمنين. إخوة الإيمان، نبدأ ندوتنا في هذا اليوم الطيب المبارك بخير الكلم وأطيبه، فإن أفضل ما تلاه التالون وعمل به العاملون كلام من قال للشيء كن فيكون. قال الله تعالى: وبهديه يهتدي المهتدون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. آيات بينات من الذكر الحكيم، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عميرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ربك في نفسك تضرعا وخيفة من القول بالغدو والآصال ودون الجهر من وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول
ويسبحونه وله يسجدون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا قلوبهم
زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عميرة، وكانت في مستهل ندوتنا الثقافية في أسبوعنا الثقافي السادس الرئيسي الذي يقام تحت رعاية كريمة من معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. وأسبوعنا السادس يدور في هذا المسجد، مسجد حسن الشربتلي بالقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، وهذا هو اليوم الثاني. وعنوان ندوتنا صفات المؤمنين في القرآن الكريم. رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث النبوي الشريف: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية أخرى لأتمم صالح الأخلاق. فالإنسان المسلم، الإنسان المؤمن، هو الذي يتميز بأخلاق حسنة وصفات طيبة. وقد عدد الحق سبحانه وتعالى صفات المؤمنين في القرآن الكريم في أكثر من موضع وفي أكثر من آية. وفي سورة المؤمنون التي يقول الله تعالى فيها: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، إلى آخر الآيات التي تحدثت عن صفات المؤمنين. وفي آية أخرى يقول الحق سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى آخر الآيات التي تحدثت عن الصفات الطيبة التي يجب أن يتمتع بها الإنسان المسلم. فالإنسان المسلم لا بد أن يكون داعية بأخلاقه، داعية بصفاته. وما انتشر الإسلام في شتى بقاع الأرض إلا بهذه الصفات وهذه الأخلاق التي تمتع بها المسلمون الأوائل. تدور هذه الكلمة لفضيلة الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة حول صفات المؤمنين في القرآن الكريم، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي باسمه يفتح كل باب ويستفتح كل كتاب. سبحانه ما دعاه عبد مؤمن بصدق أبدا وخاب. سبحانه سبحانه لا مظهر لما أخفاه ولا ساتر لما أبداه ولا مضل لمن هداه ولا هادي لمن أعماه. وأصلي وأسلم على صفوة خلقه محمد بن عبد الله
خير من عرف الله، وخير من دعا إلى الله على بصيرة ورشاد وهدى ونور. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه إلى يوم الدين وبعد. فانطلاقاً من هذا الأسبوع الثقافي السادس تحت رعاية وزارة الأوقاف، انطلاقاً من هذا الأسبوع الثقافي سنتحدث بإذن الله عز وجل عن صفات المؤمنين في القرآن الكريم. وقبل أن نبدأ الحديث عن هذه الصفات التي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها وأن يحققها فينا بقدر حبنا لربنا سبحانه وتعالى وبقدر حبنا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لزاما علينا أن نتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لمن كان له الفضل بعد الله عز وجل في إحياء وإعادة مثل هذه المواسم الثقافية التي تعيد للدعوة بريقها ولمعانها. فلطالما انتظرنا أن تفتح المساجد كما كانت قبل وباء كورونا، وبعد أن تم الله عز وجل علينا النعمة، وبعد أن زال الوباء ورفع الله عز وجل هذا الوباء، نسأل الله عز وجل أن يعافي العالم أجمع من الأوبئة ومن الأوجاع ومن الحروب. نتقدم بأسمى آيات الشكر لمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على ما يسديه من اهتمام ومن رعاية لمثل هذه المواسم الثقافية التي تجعلنا نلتقي على طاعة الله وعلى محبة الله لكي نزداد قرباً وألفة ومحبة ومودة. ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلها في موازين حسناتنا جميعاً، اللهم آمين. من صفات المؤمنين كما استمعنا إلى الآيات البينات من أوائل سورة الأنفال، وأوائل سورة الأنفال هي العمدة في الكلام عن صفات المؤمنين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أول سورة الأنفال عددت خمس صفات من صفات المؤمنين: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. خمس صفات ذكرت في أول سورة الأنفال. نبدأ بوجل القلوب. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. كل واحد فينا يسأل نفسه: هل تنطبق علي مثل هذه الصفات؟ هل أنا ممن إذا ذكروا بالله اتعظت؟ هل أنا ممن إذا ذكر الله خشع قلبي واقشعر بدني، وتذكرت عظمة الله، وتذكرت سعة رحمة الله، وتذكرت آيات الجلال والجمال التي يتصف بها الله عز وجل؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ما هو وجل القلوب؟ وجل القلوب وجل القلوب الرجل إذا أراد أن يظلم أو يهم بمعصية فيذكر بالله ويقال له اتق الله فيخشع، هذا الذي يسمى بوجل القلوب. وجل القلوب هو الذي إذا ذكر الله عز وجل خشع قلبه ولانت جوارحه، لأن رب العزة سبحانه وتعالى وصف الذين تخشع قلوبهم لذكر الله بالمخبتين: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم
وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. المخبت هو الذي يعود إلى الله عز وجل، الذي حتى ولو فعل المعصية، والذين إذا فعلوا إيه؟ فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. فوجل القلوب هو أن يخشع قلبك عند ذكر الله. إذا كان يحدث ذلك معك فأنت فيك بعض صفات الإيمان. إذا ذكرت بالله فخشع قلبك، إذا ذكرت بالله فتذكرت حساب الله وتذكرت الوقوف بين يدي الله، فأنت فيك بعض صفات الإيمان. وجل القلوب هو الذي يجعلك عندما تستمع إلى آيات الله عز وجل يزداد إيمانك. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. من علامات الإيمان إذا تلي عليك القرآن أو ذكرت بالله عز وجل يزداد إيمانك. ولذلك استدل الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه بهذه الآية أواخر سورة التوبة: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، استدل بها الإمام البخاري رضوان الله عليه على أن الإيمان يزيد وينقص. يزداد الإيمان في قلب المؤمن، أما المنافقون لا يدخل في قلوبهم شيء من القرآن ولا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عز وجل. فمن أجل ومن أعظم صفات المؤمن أن يكون قلبه وجل، أن يكون قلبه خاشع، أن يكون وقافاً عند آيات الله عز وجل ووقافاً عند حدود الله عز وجل. وإذا تليت على المؤمن آيات الله يزداد إيمانه. وكذلك من صفات المؤمنين كما جاء في أول سورة الأنفال التوكل على الله. والتوكل على الله نصف الدين، والتوكل على الله هو صدق الاعتماد في القلب على الله عز وجل في استجلاب المنافع ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب. هذا هو التوكل على الله، أن يكون عندك صدق في التوجه إلى الله، وأن يكون عندك صدق في الاعتماد على الله عز وجل في استجلاب المنافع ودفع المضار. كلنا سمعنا حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. هذا هو التوكل. المؤمن عنده توكل على الله، عنده صدق في الاعتماد على الله، عنده صدق في اللجوء إلى الله، عنده صدق في الأخذ بالأسباب، ويدع النتائج إلى الله عز وجل. هل رأيتم طائراً ينام في العش بعد طلوع الشمس إلا إذا كان مريضاً؟ لا ترى طائراً يظل في عشه بعد شروق الشمس وبعدما تملأ الشمس الكون، لكن عند بزوغ نور الشمس أو عند بزوغ نور الصباح تجد الطائر يتوكل على الله ويخرج متوكلاً على الله. فمن أجل صفات المؤمن توكل على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب. أضف إلى ذلك من صفات المؤمن أنه يقيم الصلاة، وفرق بين إقامة الصلاة وبين أداء الصلاة. إقامة الصلاة أن يتحقق فيك الخشوع الذي هو في أول سورة المؤمنون. المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لا تكون مؤمناً إلا إذا خشعت في صلاتك، وإلا إذا أقمت الصلاة حق القيام كما كان سيدنا رسول الله. ولذلك إذا أقمت الصلاة وخشعت في الصلاة، إذا سمعت آيات الله عز وجل قد تسيل العين بالدمع، ترى أعينهم
تفيض من الدمع مما سمعوا وعرفوا. الخاشع في صلاته والذي تحقق فيه الإيمان يخشع في الصلاة فيتفاعل مع القرآن ويتفاعل مع آيات الله عز وجل، فيتحقق الثواب وتؤتي الصلاة ثمارها وتؤتي أكلها. هذا لمن حقق الخشوع في الصلاة الذي هو صفة أساسية من صفات المؤمن. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. من صفات المؤمن أنه بعيد عن اللغو، بعيد عن الهزل، بعيد عن الغيبة والنميمة، بعيد عن إشاعة الفواحش، بعيد عن نشر الإشاعات ونشر الأباطيل والأراجيف. الذين هم عن اللغو أي كل ما ليس فيه فائدة وليس من ورائه نفع فهو معرض عن هذا. هذا هو المؤمن الذي يسعى في خدمة دينه وفي خدمة وطنه وفي خدمة مجتمعه. هذا هو المؤمن حقا. فحري بنا أيها الأحبة الكرام أن ننظر إلى صفات أهل الإيمان في القرآن، وما أكثرها ما ذكرناه هو على سبيل المثال. فصفات أهل الإيمان في القرآن الكريم أكثر من أن تحصى. نسأل الله عز وجل أن يحققنا بكمال الإيمان، وأن يرزقنا جميل صفات المؤمنين، وأن يرزقنا أخلاق الصالحين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. نشكر باسمكم في هذه الكلمة الطيبة لفضيلة الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، نشكره على هذه الكلمة التي دارت حول صفات المؤمنين في القرآن الكريم. الكلمة الآن لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وتدور أيضا حول الصفات التي ذكرها الحق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهي صفات المؤمنين، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فإن معرفة الصفات التي يجب أن يتحلى بها المؤمن هي البطاقة التي تعرف بالإيمان وبالإسلام. والإنسان حين يحمل هذه الصفات يكون بذاته علما على الإسلام، إسلاما متحركا. الذين يريدون أن يعرفوا الإسلام في الغرب وفي الشرق ممن لم ينشأوا في بيئة الإسلام وفي بلاد الإسلام لا يستطيعون أن يعرفوا الإسلام من الكتب التي تعلمناها، ولا من الحواشي والمتون التي درسنا عليها في الأزهر الشريف وفي الجامعات الإسلامية. هم لا يعرفون ذلك. ولو أن شيخاً متعمقاً في العلم جلس شهوراً طويلة يقرأ لهؤلاء الناس حاشية من الحواشي أو متناً من المتون ما استطاعوا أن يصلوا إلى معرفة قدر يكفيهم من الإسلام. إنما إذا نظر في سلوك المسلم بيرى فيه إسلاماً متحركاً، يرى إنساناً لا يكذب، لا يغش، لا يخلف وعده، لا يحاور ولا يداور ولا ينوي، إنسان مستقيم على طاعة الله عز وجل. هنا يستطيع أن يعرف الإسلام. الإسلام انتشر في الشرق والغرب ليس بالقتال وليس بالتعليم، وإنما بالقدوة التي حملها المسلمون. ولذلك كانت القدوة أحد أسلحة الدعوة الإسلامية التي نشر بها النبي صلى الله عليه وسلم دينه، والتي سجلها القرآن الكريم في قول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هناك مشكلة كبيرة في التفرقة بين المسلم وبين الإسلام. أناس كثيرون يحملون الإسلام ويؤدون شعائر الإسلام ويكادون لا يخرجون من المسجد ولا يفارقونه، لكنك إذا دخلت معهم في تجربة عملية فإنك تجد في واقع الحياة التي كان من الواجب أن يهذبها الإسلام في السلوك وفي الطبع وفي التصرف لا تجد أثرا لهذا الأمر. ولذلك نجد كل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تكلمت عن الإيمان وعن وصف المؤمن دائما كان الإيمان مقترنا بالعمل، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. حتى سورة المؤمنون التي استمعنا إليها من فضيلة الشيخ دكتور قرنت الإيمان بجملة من الصفات السلوكية التي لا بد أن يراها الناس مسلمون وغير مسلمين وغير مسلمين عملا في حياته. لا بد أن يجد الناس فيك إسلاما متحركا أو إنسانا يترجم معنى الإيمان بالله تبارك وتعالى. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. مقومات المصالح التي تحمي المجتمع. يجب أن يكون الإيمان هو المدخل لتقويم السلوك على هذه الأمور التي تحفظ النفس وتحفظ العرض وتقوم سلوك الإنسان في الحياة ليكون على منوال الطاعة، طاعة الله عز وجل. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لماذا الصلاة؟ لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والذين هم لفروجهم، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. لا قيمة لعمل إذا لم يصدقه العمل، لا قيمة لفكرة أو لمبدأ إذا لم يصدق العمل هذه الفكرة أو هذا المبدأ. والإيمان على هذا المنوال لا بد أن يكون العمل مترجما له ومصدقا لهذا الإيمان. فإيمان بلا عمل هو شجرة بلا ثمرة، لم يستفد منه المؤمن، لم يستفد المؤمن من إيمانه إذا لم يترجم هذا العمل إلى سلوك وإلى طاعة لله عز وجل. لأن الإيمان يعني الانقياد لله تبارك وتعالى، أنقاد لله أن أكون مطيعا لله عز وجل. وطاعة الله تتمثل في إتيان الحقوق التي كلفني بها الله عز وجل. الحقوق اللي ربنا كلفنا بها لتكون ترجمة للإيمان تنقسم إلى قسمين: حقوق الله عز وجل، وإلى حقوق العباد. حقوق العباد هي الوفاء بالالتزامات التي ألتزم بها مع غيري، والإسلام لا يعرف من يغدر في معاملته، لا يعرف من يخلف وعده، ويجعل هذا الأمر ليس من صفات المؤمنين وإنما هو من صفات المنافقين الذين إذا حدثوا كذبوا، وإذا عاهدوا غدروا، وإذا وعدوا أخلفوا. والإيمان ينافي هذه المبادئ ولا يقرها ولا يعترف بها، لأن الإيمان يقتضي الوفاء، يقتضي أن يكون سلوكي على طاعة الله عز وجل وعلى هذا المنوال. فأنا إذا أردت أن ألخص معنى الإيمان أو صفات الإيمان أو صفات المؤمن أقول: هو الذي يؤمن بالله ربا ونبيه وبنبيه وبأنبياء الله ورسله، كما جاء في حديث سيدنا جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. هذا هو الإيمان الذي يجب أن يركز في القلب، ثم بعد ذلك لا بد أن يقترن هذا الإيمان بالعمل. لأنني إذا لم أقرن الإيمان بالعمل فإن هذه المعاني السامية لن تظهر للناس، ولن يعرف الناس قيمة الإيمان إلا من خلال ترجمة هذا الإيمان إلى العمل. نحن نعاني أيها الأحباب مشكلة كبيرة، أننا نفرق بين الإيمان ونفرق بين العمل. وأنا أجد كثيرا ممن كانوا يعملون في الدعوة كانوا يتحدثون مع الناس بكبر شديد،
مع أنه من الواجب أن يتواضع للناس وأن يتحمله وأن يكون قدوة حسنة له. وكما قلت، نحن سافرنا في أقصى بلاد الدنيا، في بلاد الشرق وفي بلاد الغرب التي تقطع الطائرة فيها آلاف الأميال، بل ساعات تكفي الليل والنهار. فإذا ما سفرت إلى هذه البلاد وجدت أناسا مؤمنين بالله، يؤدون الشعائر ويطيعون الله عز وجل طاعة عملية وطاعة نظرية، كأن أفعالهم كلها مقيسة بمقياس الإسلام ولا تبتعد عن أحكام الإسلام أو شريعة الإسلام. ويتساءل الإنسان، من الذي علم هؤلاء الناس الدين؟ من الذي تجد المساجد وتجد القرآن الكريم وتجد الذكر وتجد الصلاة وتجد الزكاة لأناس يبعدون عنا، عن المنطقة الإسلامية، عن المنطقة العربية التي نشأ فيها الإسلام آلاف الأميال. سافرنا إلى الفلبين، وسافرنا إلى جزر القمر، وسافرنا إلى ماليزيا، وهي بلاد تقطع لها الطائرات المسافة في يوم وليلة. فلما ذهبنا إلى هناك وجدنا كأننا نعيش في وسط البلاد الإسلامية، أناسا يتقون الله عز وجل، يسألون عن كل صغيرة وكبيرة في الإسلام حتى يطبقوا هذه الأمور ولا يعصوا الله عز وجل في مثقال ذرة. هل ذهب إليهم أحد بالسيف؟ هل حملهم أحد على هذه الطاعة؟ الذي حملهم عليها هو الإيمان، آمنوا بالله عز وجل، فجاء عملهم ترجمة للإيمان الذي آمنوا به والذي وقر في قلوبهم، ليكون هذا الإيمان مصدق لأفعالهم ولأقوالهم ولتصرفاتهم في أمور الحياة. المحافظة على حقوق الناس من أول مقتضيات الإيمان، أداء الحقوق. الله عز وجل قسم الحقوق إلى قسمين: حق لله عز وجل، وهو ما يتعلق به النفع العام للناس جميعا، حقنا في وطن، حقنا في أن يكون الشارع الذي نمشي عليه، الطريق الذي نمشي عليه لابد أن يكون معبدا، حقنا في المحافظة على البيئة، حقوق الله عز وجل، هذه حقوق مقدمة، لأن حق الله إذا اجتمع مع حق العبد كما قال علماء الأصول يقدم حق الله عز وجل. طب ليه يقدم حق الله؟ هل لأن الله بحاجة إلى حق؟ حاشا لله عز وجل، الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى حق، وإنما قدم الله حقه لأننا إذا راعينا حق الله عز وجل في أنفسنا وفي صحتنا وفي أولادنا وفي أسرتنا وفي أوطاننا وفي بلادنا وفي كل الخدمات العامة التي توكل إلينا، إذا راعينا الله عز وجل فالمصلحة حق العالمين ستعود علينا نحن. ولذلك أوجب الله أن يؤدى الحق العام أولاً، حق الله تبارك وتعالى نسبه إليه تشريفاً وتعظيماً، ليس لأن الله بحاجة إلى حق، بل لأن النفع الذي يعود من هذا الحق نفعاً عاماً يعم الناس أجمعين. وكلما كان الحق عاماً كلما كانت منزلته عند الله أشد وأقوى، وكان مطلوباً لله عز وجل. ثم بعد ذلك تأتي حقوق العباد. عليك حق للناس يجب أن تؤديه، تؤدي الحق بأمانة. واحد بيشتري منك يجب أن تبيع له بالحق وبالقسطاس، لا ترفع عليه سعرا ولا تغير عليه سلعة ولا تغش فيما تقدمه له ولا تجعل الطريق مفروشا أمامه بالورود ثم إذ بك تغدر به وتبيع له شيئا مغشوشا بدون ثمن أو بدون مقابل يستحق. عليك أن تتقي الله عز وجل، فتقوى الله تبارك وتعالى والإيمان به يجب أن يترجم إلى عمل. أيها الأحباب، نحن بحاجة إلى أن نترجم الإيمان إلى عمل. فإذا قلنا صفات المؤمن، نقول إن المؤمن هو الذي يجب عليه أن يترجم إيمانه بالله إلى عمل يعود نفعه على الناس أجمعين. لا بد أن نتنبه إلى هذه الحقيقة، لا بد أن نترجم إيماننا إلى عمل نافع يحفظ علينا بلادنا ويحفظ علينا أمننا ويحفظ علينا مصالحنا العامة ويجعلنا نعيش في بلد، نعمل على أن نعيش في وطننا متحابين متعاونين. لا يجوز أن يستغل كل واحد منا الفرصة ليغلي على أخيه السلعة أو ليستغل الجو العام لمصلحته الخاصة، ذلك ليس بمقتضى الإيمان.
مقتضى الإيمان أن أكون إنسانا طائعا لله عز وجل، أن أكون محبا للخلق، أن أكون مطيعا لله تبارك وتعالى، أن أحترم حقوق الله وأن أحترم حقوق العباد. إذا بعت مع الناس لابد أن أكون وفيا بالعهد، إذا تعاملت معهم لابد أن أكون وفيا بما أتعامل معهم في هذا الأمر. علينا أن نتنبه إلى هذا الأمر، ولذلك جاء الإيمان مقترنا بالعمل، جاء الإيمان مقترنا بجملة من الصفات التي تركز على هذا الأمر، وهو أنه يجب أن يترجم الإيمان إلى عمل في حياتنا. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من قول لا يصدقه عمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور العالم الجليل الأستاذ الدكتور عبد الله النجار الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وبإذن الله تعالى نستكمل الندوة بمديح النبي صلى الله عليه وسلم والابتهالات، والشيخ محمد أجمل فليتفضل. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها واستر عيوبنا وآمنا في أوطاننا وأصلح أحوالنا ولا تخيب فيك رجاء بالباقيات الصالحات أعمالنا يا الله. سيدي يا رسول الله، بك يا رسول الله طاب زماني وأضاء في روحي هدى وسعادتي بالله تملأ خاطري وتعم بالأفراح وتعم بالأفراح.
أكيادي. أنت الأنيس لوحدتي، أنت الأنيس لوحدتي في مهجتي. أنت الأنيس لوحدتي في مهجتي، وحديث حبك عطر بلساني، وحديث حبك عطره بلساني كالبدر تشرق للخلائق شافعا، كالبدر تشرق للخلائق شافعا، فيفيض رب الخلق بالغفران، فيفيض رب الخلق بالغفران. يا سيد الكونين، يا سيد الكونين، جئتك قاصدا أرجو رضا، وأحتمي بحماك. والله يا خير الخلائق إن لي قلبان مشوقا لا يروم سواك، يا من تجلى للبرية رحمة، يا خير من شرفت به الآيات، جئت الوجود فحم نورك ليله وبدا الضياء، سيدي يا رسول الله، يا من عليك صلى الله، صلى الله عليه وسلم. يا رب صل على النبي الهادي نور الهداية منبع الإرشاد، يا رب صل عليه أنت تمد من صلى عليه بأكرم الإمداد،
يا رب صل على حبيبك أحمد خير الورى وسيد الأسياد، يا رب صل على النبي محمد واختم لنا بالخير والإسعاد. بهذه الابتهالات والمدائح النبوية للمبتهل الشيخ محمد أكمل نأتي إلى ختام الندوة الثقافية في اليوم الثاني في أسبوعنا السادس، والتي كانت في مسجد حسن الشربتلي بالقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة تحت رعاية كريمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. كان معنا فضيلة القارئ الشيخ محمد عميرة قارئا للقرآن الكريم، وكان معنا متحدثان كريمان فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار وفضيلة الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة. في الختام لكم أطيب تحياتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.